صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلوا عليه وسلموا. صباح الخير عليكم الزينات، كي راكم دايرين لاباس؟ إن شاء الله يا ربي كاع تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله يا ربي جيت نشارك معكم وصفة تاع ليمونة من أنجح الوصفات، وكما شفتوا في العنوان بغيت نمد لكم واحد السر كبير صدق عليا للحلواجيات وكذلك للسيدات اللي يديروها في لوليداتهم. وهذا المشروع تاع ليمونة أنا خدمته يعني مدة طويلة، خدمته مع في المحل تاع زوج تاعي، وخدمت كذلك مع فرن يعني مع الكوشة، وكان نجح بزاف يعني، وكنت نخدم حتى العشرة في النهار يعني، وكان ما شاء الله ما تبقى حتى واحدة، وكان دوموندي ميم لي كوموند يعني، كنت نخدمهم في الدار يعني ما شاء الله، وكاع تعجبهم هاد لا غوسيت. شوفوا البنات، باش تخدموا حاجة كديروها كمشروع لازم تخرجكم، لازم تحوسوا على وصفة مثالية وفي نفس الوقت اقتصادية. هذا الوصفة ان شاء الله جبتها لكم اليوم، اللي مازال ما شفتوها في حتى شان ومازال ما شفتوها في حتى قناة، ويعني نتحدى اي وحدة شافتها في بلاصة واحدة اخرى ولا جربتها. ومن هذا المنبر نقول لكم اي وحده تشوف هذا الفيديو نتمنى ان شاء الله يا ربي تعطي لهذه الوصفه فرصه وتجربها، ومتاكده راح تذهل بالنتيجه تاعها ان شاء الله يا ربي، وان الله ولي التوفيق. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في الوصفة تاعي، ونقول لكم باللي انا لا غوسيت تاعي ما نديرش فيها البيض، ما نطليها بالبيض، ما ندير فيها حتى ما نديرش فيها البيض نهائيا يعني. والاكبر المحترفين ما يديروش فيها البيض، عندهم دي سيكري اللي نسموهم يعني سر المهنه، عندهم دي سيكري، كل واحد عنده سر مهنه خاصه به، كذب عليكم الكاذب. الوصفه العالميه ولا المعتمده واحده، ولكن كل واحد عنده سر خاص به، فهمتوني البنات؟ واي واحد يبغي يخدم حاجه ويديرها كمشروع يحوس على الوصفه مثالية، ويحوس على السر اللي يخليه ما يصرفش بزاف ويكون عنده مدخول، بتفاهمي لحد الآن. المهم نبدأ. شوفوا البنات، أنا السر الكبير تاعي في ليمونة هو العجينة اليابانية اللي خدمتها معكم بالبيتزا، وقاع قاع قاع الحمد لله قاع أبهرتم يعني بالنتيجة تاعها وعجبتكم بزاف. هذه هي العجينة اليابانية، السر تاعي اللي خاص بيا في ليمونة، داكوغ؟ شوفي هذه العجينه اليابانيه حاجه سهله ماهله، فيها نص كاس تاع ماء، هذه بالنسبه للمقادير تاع زوج خبزات، فيها نص كاس تاع ماء، فيها مغرف ونص فرينه، حاجه سهله، ماء وفرينه، ما تكلفك ما والو، ما تشريهاش بالدراهم كاع. المهم درت داك النص كاس تاع ماء ودرت مغرف ونص فرينه، وتخلطيهم مليح مليح بالفوي هكا، تخلطيهم مليح مليح حتى ينحل هذيك الفرينه، تديها للنار نار متوسطه في الكانون الصغير، نار متوسطه، وتخلطي باستمرار ما تحبسيش كاع حتى تعقد معاك، لو كان تحبسيها راح تكتل لك وتخسر العجينه اليابانيه وكلي ما درنا والو، داكوغ؟ تخلطي غير بشويه باستمرار في الكانون الصغير نار متوسطه حتى تعقد معاك. هذه هي العجينه اليابانيه، جوست ماء وفرينه، ولكن كما يقولوا صغيره محينها كبار، حاجه سحريه، حاجه ماجيك، والله صدقوني البنات ما رانيش مبالغ، محبيت نوضح لخواتاتي وحباباتي الفكره. المهم نفرغ هذه العجينه اليابانيه في صحن هكذا، ونبلاطيها كيما هكا، ونخليها تبرد يعني نبريباريها هي الاولى باش تبرد لي، ونبدا نخدم في لاغسيت تاع ليمونه تاعي. هذه هي اللي تعوض لي على الفرن تاع الكبير تاع السعاده، تعوضكم على الفرن الكبير تاع الكواش، تعوضكم على المحسن اللي ما كاش كوشه ولا محل كبير تاع حلويات، نهضر لكم على المحلات صحيحه يعني ما كاش واحد ما يديرش المحسن، تعودكم هذه على المحسن، تعودكم على الفرن، تعودكم على بزاف بزاف صوالح، مهم حاجه ماجيك. هاكا نغطيها بابي فيلم ضروري او كونتاكت يعني، تلمسوا البابي فيلم معاها كيما هاك وتخلوها تبرد. الوغ نبدا بها هي الاولى، نخليها تبرد ونروح نوجد المقادير تاع ليمونه تاعي. لحد الان متفاهمي البنات؟ اول حاجه هي العجينه اليابانيه تبريباروها وتخلوها دو كوتي. من جهه واحده اخرى نجيب المقادير تاعي. شوفوا البنات، عندي كيس تاع حليب، داكوغ؟ كاس تاع حليب دافئ، بنفس الكاس، شوفوا الكاس اللي تبدو به كبروا، عفوا العبر اللي تبدو به كملوا به، كاس غرفيه طاس، المهم هذه المقادير صغيره انا درتها لكم باه اللي بغات ديره في دارها دير، تعطيكم زوج خبزات، كاس حليب بنفس الكاس ندير نص كاس تاع السكر، بنفس الكاس ندير ربع زيت، داكوغ؟ تسمى كيلة حليب، نص كيلة سكر،
وربع كيلا زيت مغرف في الكاس هذا تاع 200 ولا 200 من 200 حتى 240 مليلتر. ديروا فيه مغرف تاع مغرف خميره تاع خبز، تفهمين؟ وهذيك المغرف الكبيره مغرف الخميره تتغير مع الفصول. تسمى الا كيما دروك البرد عمرتها شويه كيما يعني كي يكون الحمام نديرها معمره بصح ممسوحه. جيسبر فهمتوني. عندي 3 كيسان تاع فرينه او نص، دوك نزيد النص لانه هادو هما 6 تاع الكيسان كنت لاحظوا تاع السيرفيس، ما بغيتش نزيد كاس واحد اخر منه واحد اخر ونخلطكم. داكور 3 كيسان فرينه او نص. الكاس الاول تاع الفرينه ما فيه والو، الكاس الزوج تاع الفرينه كتشوفوا فوقه باكي خميره كيميائيه. الكاس الثالث تاع الفرينه ني دايره فيه رشه تاع مغرف صغير، نص مغرف صغيره ملح ني دايرتها فوق الكاس الثالث، متفاهمين؟ هنا البنات نمروا للعطور اللي هما اهم حاجه في الوصفه تاع المشروع. هنايا عندي لاباط اغون تاع الليم، لاباط اغون تاع الليم، وعندي بودره تاع مزهر، يعني مزهر غبره، بودره مزهر عندها واحد لوغو امنوش الشيرات، يعني ريحتها تعطس ما شاء الله. وصاي هذه البودره تاع المزهر هي اللي نديرها انا في لامونه تاعي، ونديرها في الكحك ونديرها في البغيوش، وهادو اللي نخدمهم. وعندي لاباط اغون تاع الليم، تشرو قرعه كبيره اللي بغات دير مشروع تشري قرعه كبيره لاباط اغون تاع الليم البيضه. كاين لاباط اغون الليم بيضه وكاين الصفراء اللي فيها لا كولور، هذه ما فيهاش لا كولور. سي بون تفهمين. بون هذه بالنسبه اللي يديروا المشاريع. بالنسبه اللي بغات ديرها في دويرتها اش دير؟ هذيك البودره تاع مزهر تعوضيها بزوج مغارف مزهر، ديريهم مع السوائل، نوريلك ديريهم مع السوائل. زوج مغارف مزهر، زوج مغارف مزهر تعوضيها في بلاصه بودره المزهر، ولو زيست تاع لو سيترون تعوضيه في بلاصه لاباتارون تاع سيترون. هذه كي ديريها يعني في دارك لوليداتك، ماكش باغي ديري مشروع وما عندكش هذاك البودغ تاع المزهر، تعوضيها بهذوك. جيسبر فهمتوني البنات. المهم نمروا للمرحله تاع الخدمه. هنا ديروا ميكسور، ديروا باتور، ديروا بفوي، ديروا اي حاجه، ليسونسييل تخلطوا مليح المكونات. الوغ شا درت كاس الحليب، نص كاس تاع السكر، ودرت ربع كاس تاع الزيت، مغرف تاع الخميره كيما دروك درتها معمره بصح ماشي بومبي بزاف على حسب الجو اللي عندكم في الدار. المهم هي تبقى مغرف تاع خميره الخبز تاع اكل بيان سور، مي تي تعمريها ولا تمسحيها على حسب الجو اللي عندك في الدار، متفاهمين؟ الوغ زدت لها لاباط اغون تاع الليم، وزدت يعني البودر تاع مزهر، وزدت كاس تاع الفرينه الاول اللي ما فيه والو، كاس تاع الفرينه الاول اللي ما فيه والو، ونجي نخلط هادو المكونات كاع كيف كيف. كيما قلت لكم ديري بالروبو، ديري بالميكسور، ديري بالفوي، حتى بالفوي وعادي البنات، ليسونسييل يتخلطوا المكونات مليح مليح. هذا ما كان بالنسبه للمشاريع اللي يديروا كونتيتي كبيره بيان سور لازم لهم سواء الروبو سواء البيتران سواء الباتور، يعني مهم تخلطي المكونات مليح مليح. وانا من وجهه نظري نبغي الميكسور ولا هذا الروبو لانه يجيني خفف لاباط، من وجهه نظري يعني ومن التجارب كما يقول لك. ليسونسييل الحاجه اللي تخلطوا فيها زلافه، اي حاجه اللي تخلطوا فيها غير فم وغطوها، ما تبدلوهاش، غير فم وغطوها وديروها في مكان دافي وتخلوها مدة ربع ساعة، تخلوها مدة ربع ساعة في مكان دافئ. هنا بعد مرور ربع ساعة تلقاو هذيك العجينة المخمرة اللي خمرناها اللي درناها هي الأولى كمرحلة أولى، تلقاوها شوية تقلت وخمرت شوية برك، تلقوا فيها فقاعات. تجو تفرغوها في إناء، ولا درتي في الديبي في إناء يعني خلي فيه باسينة ولا خلي فيه وخدمي. أنا كي درت فيه هذاك الوسمة تاع الروبو فرغتها. المهم زدت لها شويه تاع لاباط اغون تاع الليم لانه الاولى درتها برك باش كيما نقولوا تقلع لي هذاك لوغو تاع الزيت وتاع الخميره. زدت لها شويه تاع لاباط اغون تاع الليم، ودرت هذيك العجينه اليابانيه اللي بريباريناها تكون ديجا دافيه، ودرت كاس تاع الفرينه اللي فوقه باكي خميره كيميائيه. درت الفرينه مع باكي خميره كيميائيه داكو، خلطهم مليح 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 بالفوي حتى هذيك لاباط هذيك العجينه اليابانيه تدخل تري 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 بيان في هذاك الخليط، تدخل مليح وتنسجم وكاع المكونات ينسجموا باش تجيبي الكاس الثالث اللي كنا دايرين فيه نص مغرف صغيره تاع الملح داكوغ. وتخلطي ثاني مليح مليح باليد تاعك، شغل تخبطي فقط وتزيدي نص كاس. سي بون في الديبي تفهمنا بلي 3 كيسان ونص، هذه هي. تخلطي مليح كيما راكي تشوفي، تخلطي مليح هكا غير واحد دقيقه ولا قد ما يتخلطوا مع بعضهم تهوديهم في البلون طرافاي. انا البنات هنا يسمحوا لي انا تعودت يعني نخدم في البلون طرافاي تاعي لانه عندي القصعه هنا ما تسعفنيش، تبقى يعني تغبلني وديرونجيني وانا شويه مقلقه ما نحملش، تقعد تنهز وكاع ما تساعدنيش. مع لي لاباط بزاف 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 الاستيك بزاف كيما تشوفوا تتلاصق، الوغ نهودها غير في البلون طرافاي اللي بغات تخدم في القصعه لها ذلك. المهم هنايا تخبطوها شويه هكا فوق البلون طرافاي، لازم تهودوها سوا في قصعه سوا كيما انا سوا، ليسونسييل
ما تخافوش منها، تشوفوا هكا تتكسل وكاع كاين اللي يديروا لها البايد في لاباط، كاين اللي يديروا في هذه المرحله الدهان. ما نزيدش على روحي لاني نحوس على الفائده مش نحوس على الخساره، ما نزيدش على روحي، ندير حاجه سهله اللي تساعدني اللي هي العجينه اليابانيه وفي نفس الوقت ماجيك تعوض لي كل شيء. خبطها في البلون طرافاي كيما شفتوا، واحد زوج دقائق ولا ثلاثه خبطوها مليح مليح شغل تخلطوها، راح تتماسك شويه، راح تلاحظوها بلي تماسك. رجعتها في البول راكم تشوفوا بلي تماسكت وتبدل القوام تاعها، نتمنى انكم لاحظتوا. شوفوا كيفاش ولات، نجمو تعاودوا تردوا الفيديو في الديبي كي خلطناها كيفاش كانت وكيفاش ولات بعد ما خدمناها فوق البلون طرافاي. الوغ انا ما نخمرها 200 خطره ما والو، ما نهبطها ما نطلعها ما والو، ديجا قلت لكم العجينه اليابانيه حاجه ماجيك والله لا هبلتكم بهذه ماجيك ماجيك. المهم تغطوها بزوج سرابيت مليح مليح وديروها تخمر حتى تخمر مليح وخلاص، حتى تخمر مليح يعني ما تهبطوا ما تطلعوا ما والو، خلوها تخمر وخلاص، هذيك هي الخمورة تاعها. هنا بعد ما خمرت خليتها واحد 45 دقيقة هكذاك، مهم هذيك هي الخمور تاعها حدها ما زادتش. الوغ تجيبيها تهودي لها هذاك الخمور هكا، شوفوا كيفاش تولي تولي رطبه ما شاء الله، كشغل كاع ما كانتش هكا تتلاصق. شفتوا كي درتها في البلون طرافاي كيف كانت، تقولوا هذه كاع ما تلتمش وهي نورمال. هنايا مباشره نقسمها على اثنين كما كنت تشوفوا، نقسمها على زوج تاع الخبزات لانه هذه الكميات دير زوج تاع الخبزات اللي بغات تضاعف ما عليها الا ضعف هكذا، ضعف المقادير وتكثر الخبيزات هكذا. دهنت ليديا بشويه تاع الزيت شويه فقط ما تكثروش باش نرفدها مسقمه، ونديرها كريات. ديروا في السنيت تاعكم سواء تدهنوه بالزيت اللي ما عندهاش البابي كويسون، واللي عندها بابي كويسون تفرش بابي كويسون خير، وهذا البابي كويسون نحتاه يعني المحترفات واللي يديروا لي غاتو اللي يديروا المشاريع وكاع، يعني يقعد مده طويله تخدمي به وتعاودي يعني ما تظليش ترمي هذا، وراه رخيص يعني وقل 20 ميل والله ما نكذب عليكم ما عقلتش مليح. هكذا تحليها شويه بالحلال وتزيدي تسقميها باليد تاعك لانه شويه كيما نقولوا تلاصق شويه برك كيما كنت تشوفوا. هنا حليتها، هذا هو السمك تاعها، ما ترقوهاش بزاف وما تخلوهاش ثانيك اغليضه، هذا هو السمك تاعها حوالي 1 سنتيمتر هاكو تشوفوا 1 سنتيمتر في السمك تاعها. انا ما ندهنها يا البنات ما والو، نغطيها كيما راكم تشوفوا، نغطيها بزوج تاع لي سيرفيات ونخليها تخمر في مكان دافي، نخليها شويه تخمر واحد ربع ساعه 20 دقيقه على حساب ما تلاحظوها باللي خمرت شويه. الوغ هنا البنات لاب تاعي شويه خمرت راكم تلاحظوا باللي طلعت نوعا ما، بعد ما طلعت ان هنا ما ندهنها ما والو، انا ما ندهنش لامونه تاعي وتجي خير من المدهونه، ندخلها مباشره للفرن. هنايا في الفرن البنات ركزوا معايا، الفرن اللي عندها السعاده والافران تاع المحترفين ديري نار متوسطه من الاعلى ومن الاسفل، لانه هذوك تاع الحديد الافران تاع الحديد يجوا حاميين، ديري نار متوسطه. اللي عندها كويزينيير تشعل نار زايده من الاعلى ومن الاسفل، اللي عندها الكويزينيير اللي تشعل يا من التحت يا من الفوق بيان سور تشعلي من التحت قبل، وكي تشوفيها خمرت وطلعت طلعت وطابت من التحت تطفي من التحت وتشعلي من الفوق، هذه هي وما هيش تدي بزاف في الفرن ردوا بالكم. المهم بعد ما دخلوها للفرن نمروا لكريمة الباتيسيير ونعطيكم كذلك مجموعة من الأسرار فيها. هنا كريمة الباتيسيير الباتيسيير نعم اللي بغيت تخدم مشروع ما ننصحكش بلا كريم موسلين، ننصحك بهذه. شوفوا البنات درت كاس ونص تاع الحليب، هذه لزوج خبزات كاس ونص تاع الحليب، درت لاباط اغوم تاع الليم اللي وريتها لكم في البدايه، وحصرت حبه ليم، انا نموت على الكو تاع العصير تاع الليم في الاخر في لاكريم باتيسيير، وهذه بالنسبه ليا درتها لداري يعني درتها للدار الوغ حصرت فيها الليم. اما المشاريع مستحيل ما نكذبش عليكم، على خاطرش كاين واحد المومو كيما دروك راه الليم راه وقته، مي كاين واحد المومو الليم يغلى بزاف بزاف ما تقديش تخدمي به، الوغ ندير غير لاباط اون تاع الليم وتجي ثاني الذوق تاعها ما شاء الله هايل. وخطرات ندير السوفاغون تاع الليم، السوفاغون تاع الليم فاني تجي روعه بصح تجيني لاكريم صفراء. هذه هي شدرت فيها، درت لاباط اغوم تاع الليم، عصرت حبه ليم الجو تاعها فقط، ودرت ربع مغارف سكر معمرين، ربع مغارف سكر عادي سكر حرش معمرين، ودرت مغرف ونص نشا، ربع مغارف ركسو ربع مغارف معمرين سكر ومغرف ونص نشا، هذوك اللي وريتهم لكم الزبده ولا باط اغوم بعد نهضر لكم عليهم. ليسونسييل هذه في البديه شادرنا كاس ونص تاع الحليب، لاباط اغوم تاع الليم، عصير تاع حبه ليمون، ربع مغارف تاع السكر، ومغرف ونص تاع نشا اللي هو المايزينا، تخلطيهم مليح مليح بارد في بارد بيان بيان بيان، ومن بعد تديهم للنار نار متوسطه توجور مع الخلط المستمر بلا ما تحبسي، تخلطي تخلطي تخلطي
حتى تبدا تعقد ما تخليهاش تعقد بزاف بزاف، لانه هي ديجا كي تبرد تعقد، ما تخليهاش كي تشوفيها بدات تعقد هكذا تطفي عليها وتجيبيها. شزت لها مغرف صغيره تاع مارغارين، مغرف صغيره تاع مارغارين، زدت لها لاباط اغوم تاع الليم، مغرف صغيره تاع مارغارين، لاباط اغوم تاع الليم، وهي بعيده على النار يعني بعد ما جرتها، مغرف صغيره تاع دهان. على بالي اني نعاود في الهضره بصح كاين اللي يبغوا هذه المعاوده باش يفهموا. ودرت لاباط اغوم تاع الليم، وهنايا ندير مغرف معمره تاع كريم شونتي، كريم شونتي مغرف معمره. ولي ما عندهاش كيما انا هنا ما كانتش عندي هذيك اللي درتها ماشي كريم شونتي، درت سكر غلاسي. اللي عندها كريم شونتي دير مغرف معمره في الاخير، ولي ما عندهاش دير مغرف سكر غلاسي، يعطي فرق 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 كبير كبير، شاسع واسع في يعني بحكم تجربتي في لا كريم باتيسير. وزدت لها عصره تاع ليم في التالي، قلت لكم انا نموت على لا كريم باتيسير بالكو تاع الليم. زدت لها عصره تاع الليم في التالي، تخلطي مليح بالفوي وتخليها اكوتي تغطيها باش ما ديرلكش القشره، ونولو لامونه تاعنا بعد ما طابت ما شاء الله عليها. شوفوا كيفاش تجي خفيفه يعني وتجي حمراء، شغل دهنتيها بالبيض، شوفوا ما شاء الله يعني حمرت بزياده، هذاك غفلت عليها حمرت بزياده، تجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي متقبه، تحسوا درتو لها محسن الخبز اللي يديروه في لي بغيوش، تحسوا درتو لها محسن الخبز. شوفوا كيفاش تجي، يعني تحسوا درتو لها اللي منظار يخدموا به يعرفوني اش راني نقول، هو يدير هكا يتقب لاباط وكاع. المهم نحنفتحهم بالموسع المنشار، ونجي ندير لا كريم باتيسير عادي، ما تكثرولهاش لانه توجور في الحوانيت، يعني ما يديروش هذيك الكونتيتي الكبيره، يديروا مسحه خفيفه فقط. هنا الخبيزه الاولى درت لها في الوسط لا كريم باتيسير، وزدت شويه تاع كاوكاو ايفيلي محمص، لاني من الفوق راني عفوا باغي ندير لها كاوكاو ايفيلي. خبزه ثانيه، شوفوا ثاني كيفاش جايه من الداخل متقبه وكاع ومهويه، ندير لها ثاني لا كريم باتيسير وما ندير لها والو. هنا بالنسبه نعطيكم واحد المعلومه، لا كريم باتيسير كاين اللي ما يديروهاش ويديروا لا كريم موسلين. لا كريم موسلين ماهيش تجاريه، يبغى تدير في دارها لا كريم موسلين هي شايه، هي بعد ما تعقد لك لا كريم باتيسير تخليها تبرد وتجمد، ومن بعد تجيبي لا كريم شونتي وتطلعيها بها، هذه سموها لا كريم موسلين. مي انا ما ننصحكمش بها، ماهيش وصفه تجاريه، وما تزيدوش على روحكم، خدموا لا كريم باتيسير بالطريقه اللي عطيتها لكم، وردوا لي خبر، ردوا لي خبر وديروها كمشروع وقولوا لي راي لي كليونت تاعكم فيها. المهم هنايا البنات مسحتها بلا جولي، اللي بغى اللي ما عندهاش لا جولي تعوضها بالعسل معليش، ولا كونفيتور، ولا معليش في دويرتك معليش لوليداتك. اما اللي بغى تخدم مشروع فعليكي بلا جولي، يعني راه 10000 في متناول الجميع، تدهني دهنه خفيفه. اللي درت لها في الوسط الكاوكاو ايفيلي راني درتها لها تانيك من الفوق، والخبزه الثانيه درت لها سكر غلاس، يعني اللي بغات دير لها فاني دير لها غلاصه تعمل فاي ولا ثاني انت حره، بغات دير لها الشوكولا انت حره، يعني انا درت لكم كيفاه نخدموها، هذه هي يعني لامونه الحقيقيه. كيما شفتوا بلا بيض بلا يديك بلا يردك، مي والله يا البنات يعني ما تسالونيش الحليف عند ربي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والراي تاع لي كليونت تاوعي واللي كانوا يشدوا عليا، كيما قلت لكم كنت نخدم بالعشرة في النهار ما تبقاش وحده، الحمد لله يا ربي، يعني ولي كليونت كاع يبغوها، وتجي تجي كيما تاع المحلات الكبرى تاع المحترفين وتاع لي شيف. جيسبر ان شاء الله يا ربي عجبتكم هاد لا غوسيت. هنا البنات قطعتها فم فم ميم با ما خليتهاش ريحت، شوفوا كيفاش تجي من الداخل. ان شاء الله يا ربي عجبتكم هاد الوصفه وتعطوها فرصه وتجربوها باذن الله تعالى. المهم حبيباتي هذه كانت الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.